اهلا بكم من جديد والجزء الاخير من حلقه النهارده من ملعب الاهلي. لكن قبل ما اطرح سؤالي اللي قلت قبل الفاصل لكابتن ماهر همام، ما تنسوش يوم الجمعه ان شاء الرحمن هيكون عندنا احتفاليه كبيره جدا هتبدا الساعه 3 ان شاء الرحمن بقى خلال الصحافه والارقام والتواريخ ومباريات النهائيات وكل حاجه خاصه بالنهائيات الافريقيه للنادي الاهلي. هتكون موجوده معاكم تغطيه كامله شامله داخل الاستوديو هنا وخارج الاستوديو مع الجماهير في الشوارع في النادي في كل مكان في مصر. لازم يكون علم الاهلي وتيشيرت الاهلي واللون الاحمر مغطي مصر كلها يوم الجمعه ان شاء الرحمن 2 نوفمبر في اولى مباراه الدور النهائي. الاولى هتبقى على استاد برج العرب والثانيه هتبقى استاد رادس باذن الله. كابتن ماهر، كنت بتكلم على الثغرات الدفاعيه والتمركز ما